بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس السادس والثلاثون. البس رداءك. البس فعل أمر مبني على السكون، وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت. رداء مفعول به مضاف، والكاف ضمير متصل مضاف إليه. هذا الرداء طويل جدا. هذا اسم إشارة مبتدأ. الرداء نعت لهذا. طويل خبر جدا مفعول مطلق لفعل محذوف. التقدير جد جدا أو جد جدا أو أجد جدا. هذا الطربوش جميل. هذا اسم إشارة مبتدأ. الطربوش نعت لهذا. جميل خبر. انزع صدرتك القديمة والبس صدرتك الجديدة. انزع فعل أمر وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت. صدرة مفعول به مضاف، والكاف ضمير متصل مضاف إليه. القديمة نعت لصدرتك، وحرف عطف البس صدرتك الجديدة معطوف على انزع صدرتك القديمة. فريد ينزع صدرته. فريد مبتدأ. ينزع فعل مضارع خبر وفاعله ضمير مستتر تقديره هو، وهو عائد على المبتدأ. صدرة مفعول به مضاف، والهاء ضمير متصل مضاف إليه. ألبستك وسخة جدا، نظفها بالفرشة. ألبسة مبتدأ مضاف، والكاف ضمير متصل مضاف إليه. وسخة خبر. جدا مفعول مطلق لفعل محذوف. نظف فعل أمر وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت. ها مفعول به بالفرشة جار ومجرور متعلق بالفعل نظف. الخادمة تنظف الألبسة بالفرشة. الخادمة مبتدأ. تنظف فعل مضارع خبر وفاعله ضمير مستتر تقديره هي، وهو عائد على المبتدأ. ألبسة مفعول به بالفرشة جار ومجرور متعلق بتنظف. البس دراعتك. البس فعل وفاعل. دراعة مفعول به مضاف، والكاف ضمير متصل مضاف إليه. لبست صدرتي وبنطالوني ودراعتي. لبست فعل والتاء فاعل. صدرتي مفعول به مضاف، وياء المتكلم مضاف إليه. التقدير صدرة لي، وحرف عطف بنطالوني معطوف على صدرتي، وحرف عطف دراعتي معطوف على بنطالوني. تعشينا في الساعة الثامنة. تعشينا فعل نا فاعل. في الساعة جار ومجرور متعلق بتعشينا. الثامنة نعت للساعة. هات العشاء أيتها الخادمة. هات اسم فعل أمر وياء المخاطبة فاعل، أو اسم فعل أمر وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت. العشاء مفعول به. أية مضاف، والهاء مضاف إليه، والمضاف والمضاف إليه منعوت. الخادمة نعت. والمنعوت والنعت منادى بحرف النداء المحذوف. التقدير يا أيتها الخادمة، أو تقول أية منادى، والهاء حرف التنبيه. الخادمة بدل من أية، أو نعت من أية. جئت يوم الخميس من الكتاب في الساعة الثانية عشرة. جئت فعل والتاء فاعل. يوم ظرف زمان مضاف، الخميس مضاف إليه. وشبه الجملة متعلق بالفعل جئت. من الكتاب جار ومجرور متعلق بالفعل جئت. في الساعة جار ومجرور متعلق بالفعل جئت. الساعة منعوت. الثانية عشرة نعت للساعة. وبعد قليل رجعت أختي عائشة أيضا من كتابها. وحرف عطف بعد قليل متعلق برجعت. رجعت فعل أختي فاعل مضاف، وياء المتكلم مضاف إليه. التقدير أخت لي. عائشة بدل من أختي، أيضا مفعول مطلق لفعل محذوف. التقدير أعض أيضا. من كتاب جار ومجرور متعلق برجعت. كتاب مضاف، والهاء ضمير متصل مضاف إليه. وكانت هي أكبر مني. وحرف عطف كانت فعل ماضي ناقص، واسمه ضمير مستتر تقديره هي، في محل رفع هي ضمير فصل.
لا محل له من الإعراب. أكبر خبر كانت، مني جار ومجرور متعلق باسم التفضيل أي بأكبر. وكانت تحبني كثيرا. وحرف عطف كانت فعل مضارع ناقص، واسمه ضمير مستتر تقديره هي في محل رفع. تحب فعل مضارع خبر كانت، وفاعله ضمير مستتر تقديره هي، والنون نون الوقاية، وياء المتكلم مفعول به، كثيرا نائب مفعول مطلق، التقدير إحبابا كثيرا. وفي الساعة الثانية قدمت لنا أمي غداء. وحرف عطف في الساعة جار ومجرور متعلق بقدمت، الثانية نعت للساعة. قدمت فعل لنا جار ومجرور متعلق بقدمت، أمي فاعل قدمت مضاف، وياء المتكلم مضاف إليه، غداء مفعول به بالفعل قدمت. فلما أكلنا خرجت أنا مع أبي إلى السوق، وبقيت عائشة في البيت. فحرف عطف لما ظرف زمان يتضمن معنى الشرط مضاف، وهو متعلق بالفعل خرجت. أكلنا فعل وفاعل، والجملة في محل جر مضاف إليه، خرجت فعل والتاء فاعل، أنا ضمير منفصل توكيد لفظي للضمير المتصل وهو التاء في خرجت، مع ظرف مكان مضاف أبي مضاف إليه، وشبه الجملة متعلق بالفعل خرجت، أبي مضاف وياء المتكلم مضاف إليه. إلى السوق جار ومجرور متعلق بخرجت، وحرف عطف بقيت فعل عائشة فاعل، في البيت جار ومجرور متعلق بالفعل بقيت. وفي السوق اشترى لي أبي طربوشا وسدرة وبنطالون، ولأختي عائشة قطعة قماش لتخيط لها أمي قميصا. وحرف عطف في السوق جار ومجرور متعلق باشترى، اشترى فعل لي جار ومجرور متعلق بالفعل اشترى، أبي فاعل اشترى مضاف، وياء المتكلم مضاف إليه، طربوشا مفعول به باشترى. وحرف عطف سدرة معطوف على طربوشا، وحرف عطف بنطالون معطوف على سدرة، وحرف عطف ولأختي معطوف على لي وهو متعلق بالفعل اشترى. أيضا عائشة بدل من أختي، قطعة مفعول به مضاف، قماش مضاف إليه، لي حرف جر بمعنى كي، تخيط فعل مضارع منصوب بأن مضمرة، والمستر المؤول في محل جر، والجار والمجرور متعلق بالفعل اشترى. لها جار ومجرور متعلق بتخيط، أمي فاعل تخيط، أمي مضاف وياء المتكلم مضاف إليه، قميصا مفعول به. واشترينا لأخي الصغير فريد فرسا من الخشب. وفي الساعة الخامسة رجعنا إلى البيت، وأعطينا عائشة قماشها وفريدا فرسه. وحرف عطف اشترينا فعل وفاعل، لأخي جار ومجرور متعلق بالفعل اشترينا، أخي مضاف وياء المتكلم مضاف إليه، الصغير نعت لأخي، فريد بدل من أخي، فرسا مفعول به بالفعل اشترينا، وهو منعوت من الخشب، جار ومجرور متعلق بنعت محذوف وهو نعت لفرسا. وحرف عطف في الساعة جار ومجرور متعلق برجعنا، الخامسة نعت للساعة، رجعنا فعل نا فاعل، إلى البيت جار ومجرور متعلق بالفعل رجعنا. وحرف عطف أعطينا معطوف على رجعنا، فعل نا فاعل، عائشة مفعول به أول، قماشها مفعول به ثاني مضاف، والهاء ضمير متصل مضاف إليه. وحرف عطف فريدا فرسه معطوف على عائشة قماشها. والله أعلم بالصواب.